شيخ كيفية ترقية الأولاد؟ كيف نقيم؟ هل بعض النساء على حدة، كل ولد على حدة، هل تمسك بيده ثم تمسح على جميع أطفاله؟ قصدك في رقية الرقية ولا قصدك الورد؟ الورد قصدك الورد، مو بالرقية، يختلف الرقية على الورد. الصغير الذي لا يحسن الأوراد ولا يعرفها، هذا يحصن كما كان سيحصن الحسن والحسين، تقول عيدك بكلمات الله، وكان غاية تقول عيد ابني بكلمات الله التامة، كل شيطان وهامة، كل عين لامة. فهذا طريقة تحصين الطفل ولا يضر شيء بإذن الله. لا ما تقرأ، الترقي هو مريضه. لا أنت قصدي الورد قصدي. لا هذا تقول الورد هذا الذي ذكرته لك. لا هي تقرأ عليه. لا ما تقرأ عليه، تقول الكلام فقط وانتهينا. طفل صغير. طيب هو طفل صغير شو ما؟ طفل أنت تلقي، أنت تورد عنه. أنت تقول عيدك بكلمة التامة. كل واحد على حدة. نعم. كم عاد تقول عيد أبنائي؟ كانوا عادة تقول عيد أبنائي وأنت الموضوع. قل على عيد أبنائي كلمة التامة. وشيطان وهم كل عيد الأمة. ترى حصلتهم حين خلاص. حصلتهم الآن. أما إذا كان مريضا ترقي، تقرأ عليه، تنفث عليه. ده أنا يا شيخ بعض النساء يقول مثلا تنفث بالأوراد ثم تمسح على كل طفل. لا هذا لا أصل له، إنما هذا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وقت المرض كان تقرأ عائشة في يديه ثم كان يمسح، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تمسح عائشة في يديه النبي على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مريضا هذا. شيخ صامش إنكار المنكر.